السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدي قواوي، الأخبار؟ عايش ولا نايم؟ عايش. جهزت الامتحان؟ يعني شغال فيه. شغال فيه. طيب بص يا سيدي، إن شاء الله بكرة إن شاء الله اللي هو يعني هيبقى يوم الأربع. الأربع ده كام في الشهر؟ تلاتة؟ تلاتة. تلاتة ولا اتنين؟ لا، الأربع تلاتة. الأربع تلاتة إن شاء الله. ده الامتحان على الجزء الأول من الفصل التالت، تمام؟ اللي هو من أول الفصل التالت لحد قبل الدينامو بالظبط، تمام؟ تمام. الامتحان زي ما أنت شايف هو مش صعب ولا حاجة، بس هو امتحان يعني إيه، يعتبر مراجعة امتحان. أيوه. مش هيبقى في صورة مسابقة ولا حاجة، بس كل واحد يعني حريص على مصلحته لازم ان شاء الله يعني يشتغل الامتحان ده. في ناس كتير كانت بتطلب الامتحان، الناس اللي على اليوتيوب، الامتحان هيبقى متاح للجميع ان شاء الله. تمام، كويس. تمام. احنا كده هننزل طبعا الفويس دوت الساعة 10 الصبح بإذن الله، والامتحان نفسه نخليه 7 ان شاء الله بالليل بعد صلاة العشاء. 7 بالليل. يعني 7 7 وربع كده، ان الناس فرصة تصلي العشاء وتتوكل على الله. تمام. تمام. اللهم صل على محمد. هنسيب الامتحان مثلا لمدة ساعتين من لحظة البداية. ايوه. الامتحان يعني مثلا بدأ 7 وربع، يبقى هو ايه هيخلص 9 وربع بالظبط. يعني طبعا احنا هننزل الامتحان وبعدين هنرجع نشيله. ايوه، من 7 ل 9. السؤال بقى كل واحد هيعرف درجته في ساعتها، يعني في اخر الامتحان هيعرف درجته. تمام. هو كده كده. تمام. الامتحان ده هيكون على جوجل، فهيظهر النتيجة بعديها على طول يعني. مش انت هتوضح لهم هتدخلوا ازاي؟ هو هيبقى لينك، هيخش على اللينك ده، وهيخش برضه هيكتب الجيميل بتاعه ويخش يعني يجاوب عادي جدا. طيب يعني بس نصيحة لأولادي، يعني نتمنى انه ما حدش يفكر ان هو يبقى مثلا اتنين قاعدين مع بعض ولا الحوار ده خالص. الامتحان ولا عليه ثواب ولا عليه عقاب، يعني ما عليهوش جوائز ولا عليه اي نوع من التأنيب، غير كل واحد بس بيقيس مستواه. احنا اللي احنا هنعمله ممكن يعني يبقى فيه لوحة شرفية بس للناس اللي جايبة الفول مارك، والناس تقرأ الأسئلة كويس. تمام. الامتحان ان شاء الله يعني هيساعدك في ان انت تقيم مستواك. الامتحان ما فيهوش رسم خالص، عشان خاطر احنا كان يعني انا خدنا القرار ده النهارده، فيا دوبك عقبال ما لحقنا نجهزه كان الرسم هياخد مننا وقت. ايه تاني ده كنا عايزين نقوله عشان ما يبقاش في حاجه الناس تسال فيها؟ هيبقى في امتحان تاني ان شاء الله للجزء الثاني من الفصل الثالث يوم الاحد باذن الله، اللي هو بقيه الفصل الثالث، عشان الناس تكون جهزت له، ونبدا ان شاء الله الفصل الرابع من يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. تمام. تمام. عاوز تسالني على حاجه؟ طيب. لا تمام كده يعني. اوكي ماشي. هو الامتحان يعني خلاص يعني احنا هننزل لهم فيديو في المكالمه دي، ونقول لهم ان الامتحان هينزل بقى ايه يعني، هينزل بقى النهارده يعني، يعتبر في ساعه الامتحان نفسه وساعه الفيديو نفسه ما ينزل. وهيبقى متاح لمده ساعتين. طيب الله المستعان، ربنا معاهم ان شاء الله وموفقين. يا جماعه الفصل الثالث هو اكتر فصل عليه درجات، نكررها كتير الجمله ديت، فان شاء الله انتوا قدها وقدوا. طب بديكم معلش، الامتحان ده هينزل بي دي اف برضه بس تاني يوم مثلا، ولا هتنزلوا بي دي اف امتى؟ تمام، ممكن ننزله بي دي اف بالاجابات. هو عموما الاختبار يعني ما فيهوش فكره ان احنا هنرتب الاسئله ترتيب عشوائي، او ان احنا نرتب الاجابات ترتيب عشوائي. فالموضوع مش هيكون فيه صعوبة يعني. هو الامتحان واحد هيظهر للناس كلها، بس طبعا يعني كل واحد يحاول يحل بنفسه عشان يعني يقيس المستوى الحقيقي يعني. طيب الله المستعان. ماشي يا دكتور، ربنا معاهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله.